أقل من 24 ساعة باقية على انطلاق حفل جينيفر لوبيز في مصر. فالحفل المقام في قرية العلمين الجديدة في الساحل الشمالي بيعتبر الأول للمغنية الأمريكية هناك، لكن منذ اللحظة الأولى للإعلان عنه أثار الجدل. فبعض المصريين زعلانين من جينيفر ودعوا لمقاطعة حفلتها، والسبب ما بيتعلق بس بزيارتها لإسرائيل قبل كم من يوم وإقامتها لحفل هناك، لكن أيضا نشرها صور عبر حسابها على إنستغرام وهي مستمتعة في تل أبيب. فهذه واحدة من الصور اللي بتوصف فيها إسرائيل بالوطن الأم وبتقول إنها في حالة حب معها. هذه الكلمات زي ما قلنا أغضبت البعض من جينيفر لوبيز، وطلعت حملة على تويتر لمقاطعة حفلتها، والحملة دعت لها عدة حركات مناهضة لإسرائيل، أبرزهم حركة مقاطعة إسرائيل BDS اللي زي ما هو ظاهر لكم بتقول عبر حسابها الرسمي: لنكرس جهودنا لإفشال الحفل. على العموم جينيفر للآن ما علقت رسميا على حملة مقاطعة الحفلة أو أي من التصريحات اللي طلعت على هذا الموضوع، لكنها طلعت في مقابلة مع مجلة فوغ بنسختها العربية وعبرت عن حماسها لزيارة أم الدنيا. خلينا نشوف إيش قالت. No, my son is so excited to go to Egypt. He's like, I want to go. I want. What's like, you're going. You can come. So long as you're not in school, you can come. They don't have to start school. We have to see. The Egyptians would love to hear you saying to something in Arabic. Oh yeah. My God. But go slow. مستنياكم. مستنياكم. كلكم. كلكم. في حفلتي. Say it again. It's fine. مستنياكم. كلكم. Must. Okay. I'll see you there. وبالمناسبة حفل جينيفر لوبيز في مصر بيأتي ضمن جولتها الغنائية It's My Party واللي عنوانها إنها حفلتي، واللي أقامتها المغنية تزامناً واحتفاءاً بعيد ميلادها 50. والجدير بالذكر أن التذاكر بيعت بالكامل. إذن مشاهدينا بالعودة إلى موضوع مصر وحفلة جيلو التي ستقام غدا، وكل الحملة اللي حصلت ضد هذه الحفلة. معنا من القاهرة الناقد الفني والسينمائي نادر عدلي. أهلا فيك معنا أستاذ نادر. يعني شفنا أنه في حملة بس في نفس الوقت التذاكر كلها مبيوعة وفي حماس حتى شايفينه على مواقع التواصل لحضور هذا الحفل، فهل كان لحملة المقاطعة تأثير؟ لا، من ناحيه ان في تاثير بعد مساء الخير طبعا، لا ما حصلش اي تاثير من اي نوع. هو ظهر بعد حمله المقاطعه دي حمله اخرى اكثر طرافه، ان سعر التذكره غالي جدا، وان الناس في مصر كتير قوي اللي عاوزين يحضروا هذه الحفله، وان الشركه قررت انها تعمل الحفله بالتقسيط، يعني حضرتك تقطعي تذكره وتدفعيها على 36 شهر. يعني وصل العبث في وسائل الاتصال لهذه الدرجة من خلينا نقول الطرافة، بلاش السخافة يعني. لكن ليه نجمة بهذا الحجم لما تيجي مصر ما نكونش سعداء بيها؟ يعني ايه العداء اللي بيننا وبينها؟ بالعكس، دي نجمة عالمية بالمعنى الدقيق للكلمة يعني، والموضوع معروف بقاله أكتر من شهرين. يعني هي في شهرين في السنة بتقرر فيهم إنها بتلف في أكتر من دولة في العالم تقدم حفلاتها، وإن إحنا آخر دولة، أو مصر يعني والعالمين هتكون آخر دولة تقوم بزيارتها في الحفلة بتاعت الغد إن شاء الله، وهتحتفل بعيد ميلادها. يعني هي ست سعيدة جدا إنها هتحتفل في مصر بعيد ميلادها، هي سعيدة بوجودها هنا، وبتقول في أكتر من تصريح إن ابنها الصغير لأنه بيدرس تاريخ الفراعنة هو سعيد قوي لما عرف إنها راحة مصر، وإنه قال لها لازم أذهب معاكي إلى هذه البلد. يعني ده من ناحية النجمة الكبيرة، يعني اللي هي تعتبر واحدة من أشيك نساء العالم. نعم، سريعا أستاذ نادر بس عشان الوقت. أيقونة. فأنت بتعملي دعاية لمدينة العالمين لأنها مدينة جديدة بتنشئيها من جديد وبتطلبي فيها استثمارات وكذا، هذه الحفلة جزء من هذا التكوين فنيا. الأسلوب اللي بتقدم بيه فرقة هذه الفنانة الكبيرة احنا بنتعلم منه في إقامة الحفلات،
نعم. الحاجة الثالثة لما تيجي مغنية بهذا الحجم إلى مصر، أعتقد أن جزء مهم جدا أن احنا نرحب بيها، بما أننا جميلة. مصر يعني وصلت دولة نعم. أصلا تقوم على الفنون يعني. دولة يعني طبعا مشهورة كمان بالسياحة. نشكرك.